إنه العام 2020. في الشهر الأول منه أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن تفشي فيروس كورونا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي. الفيروس الذي ظهرت أولى حالاته بمدينة ووهان الصينية أواخر العام 2019. بات الجميع يخشى الكورونا بعد أن انتقل إلى أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية. الحد من توسع عدد الإصابات تطلب فرض حظر التجوال في معظم دول العالم. كورونا قلب شكل الحياة وغلق مداخل ومخارج البلدان. توقف السفر والتجارة والصناعة والنشاطات الحياتية، وانعزل الجميع في منازلهم. أصبحت المدن والشوارع خالية، وصار على الإنسان مواجهة تحدي الفيروس، وعليه أن يبقى حيا. إنها أول حالة إصابة في العراق. طالب بإحدى المدارس الدينية في مدينة النجف الأشرف جنوبي العاصمة بغداد. حالة من الهلع بين المواطنين كانت تبعات ما تناولته وسائل الإعلام حول فيروس كورونا وظروف الإصابة به وإلى أي شكل تنتهي مع الإنسان. انتقلت حالات الإصابة لتظهر في مدن أخرى، ومنها كربلاء. شابة عشرينية عادت من السفر لتثبت الفحوصات الطبية حملها للفيروس. تم عزلها وحجر من كان معها. فرض حظر التجوال في كربلاء، وباتت المدينة خالية من الناس، وأغلقت الأسواق والمحلات، وتوقف كل شيء. فريق للتعامل مع الأزمة شكلته إدارة مستشفى الكفيل التخصصي. الفريق عكف على الاجتماع بشكل يومي للوقوف على مستجدات الإصابة ووضع الآليات المناسبة لرصد حركة الفيروس ومنع وصوله إلى الملاكات العاملة بالمستشفى والمرضى ومرافقيهم. التحدي الأول كان صعباً. بدأ عند ضرورة التوعية والتثقيف عن المرض والوقاية منه ومنع انتقال العدوى قدر الإمكان. نظمت حملات داخل وخارج المؤسسة ولقاءات مكثفة مع الموظفين وتوجيه المراجعين إلى اتباع طرق الوقاية الصحية. العمل بالميدان هو تحد الأكثر صعوبة. شرع إلى تحديد مدخل واحد للمستشفى لإحكام السيطرة على نقطة الكشف عن حاملي الفيروس. لن يسمح بالدخول لمن لا يتبع إجراءات الوقاية. أصبحت عمليات التعقيم لجميع أروقة المستشفى تجرى خلال الصباح والمساء. توزيع الطعام وضعت له آليات محددة، وأوقفت الزيارات للمرضى الراقدين. فيروس كورونا اخترق حواجز الحماية والوقاية التي وضعتها المستشفى. ردهة الطوارئ، مر منها مصاب بحادث سير كان بحالة حرجة، تطلب إدخاله إلى ردهة العناية المشددة. المصاب فارق الحياة بعد أقل من 48 ساعة، ليكتشف الفريق الطبي أن كورونا كان سبباً بوفاته. مثلاً المريض يعاني من جلطة قلبية أو من حوادث سير أو من سقوط من شاهق، ويتم تقديم الإسعافات الأولية إلى إنعاش القلبي الرئوي، وبعد استقرار حالته يتم إرسال التحاليل والفحوصات، ويتبين أن المريض مصاب بكورونا كوفيد 19. لأنه الهدف من قسم الطوارئ هو تقديم الخدمة الطبية الطارئة لإنقاذ حياة المرضى.
ونتيجة ذلك تعرض العديد من الأطباء والكوادر الطبية والتمريضية العاملة في قسم الطوارئ إلى إصابة بكوفيد 19. الأمر تطلب وضع من لامس المصاب المتوفى بالحجر الصحي ومنحهم إجازات مفتوحة وغلق جميع ردهات العناية المركزة ومعها ردهة الطوارئ وإيقاف استقبال المرضى فيها. الحدث كان سبباً لبث الذعر لدى عدد غير قليل من موظفي المستشفى، وبدأ منهم من يفكر بالتوقف عن العمل. خلية الأزمة في المستشفى قررت تشديد إجراءات الوقاية والسلامة وإخضاع المرضى للفحص للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا قبل الموافقة على إجراء العمليات الجراحية. الوضع تفاقم أكثر والتحدي ازداد عند قرار إدارة المشفى بتقليص وجود الملاكات غير الطبية إلى نسبة الثلث ومنح إجازات للموظفين الآخرين، ما يعني أن الجهد سيتضاعف على من يكون بالعمل. الإجراءات الوقائية كانت من تبعاتها انخفاض عدد المراجعين إلى المستشفى، الأمر الذي خلف نقصاً كبيراً في الإيرادات المالية التي تعتمد عليها المؤسسة في دفع رواتب الموظفين وشراء المستلزمات والمواد الطبية وتمويل الخطة التشغيلية. هنا دخل المشفى في تحدي من نوع آخر. وفعلا كانت الاجتماعات يومية، يعني أكرر هذه العبارة، الاجتماعات يومية لدراسة الموقف اليومي وخصوصا طبيعة المستلزمات اللي بدأت تخلص تستهلك، وعدم توفر بديل لها أو استمرارية بالتجهيز نتيجة توقف الشحن البحري والشحن الجوي وحتى البري عن طريق الحدود. وكان أيضا من ضمن الأمور اللي واجهتنا هي قلة المدخولات المالية، على اعتبار أنه المستشفى يعتمد على ما نستوفيه من المراجعين، وإن كان ليس بعنوان استثماري، فقلت الموارد المالية بشكل هائل وبشكل كبير جدا. ففكرنا واحد من قراراتنا أنه إحنا أيضا نعطي نصف راتب للمنتسبين، وهم أعزائنا وأحبائنا واحتياجهم كان شديد، وبعضهم مرتبط بإيجارات ومرتبط بسلف واحتياجات نعرفها إحنا. لكن حقيقة القرار صدر وكان صعب علينا، لكن بعد فترة نتيجة مراجعاتنا للعتبة والعتبة تحتضن مؤسساتها قدرنا أن نضغط على وضعنا ونستدين بعض الأموال لإعطاء راتب كامل، وبعد ذلك شيئا فشيئا استطعنا السيطرة على الأزمة. حالات الإصابة في محافظات العراق ارتفعت وأغلقت عدد من مستشفيات البلاد. خيارات أماكن العلاج التي كانت متعددة أمام المريض العراقي أصبحت محددة، ومنها مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء. عيادة الأمراض الباطنية أصبحت بؤرة المصابين بفيروس كورونا، منها مراكز الفحص والمختبرات في المستشفى. إمكانية التلوث لا مهرب منها مع هذا الحال. تحد آخر يفرض على المؤسسة مواجهته. طبعا كانت الحالات تعاني من إصابات مختلفة الخطورة والشدة، حتى كانت بعض الحالات اللي تستوجب تداخل مثل أكسجين أو بعض العلاجات لحين استقرار الحالة ونقلها. حقيقة كانت فترة كلش صعبة، الأعداد كانت كثيرة والإصابات كانت متعددة، فحقيقة كان جهد كبير وضغط نفسي وجسدي. لكن إحنا مثل ما قلنا الحمد لله والشكر
كانت الخدمة اللي قدمناها للمراجعين ولأبناء محافظتنا حسب تقديري كانت كبيرة. لم يعد التحدي سهلاً، وانسحب الأمر إلى نقص ملاكات المستشفى نتيجة زيادة الإصابات بصفوفهم. المواد والمستلزمات الطبية نفدت، الأطباء الجراحون باتوا يخشون من إجراء العمليات، والحال يشهد زخماً من المرضى الذين صاروا يقصدون المشفى دون غيره. التفكير بإيقاف عمل المستشفى بدأ يظهر خلال اجتماعات خلية الأزمة. الآراء تعددت وتضاربت في أكثر من حين. التحدي صعب وخطير، ولا يمكن المجازفة بأي خيار ما لم يدرس وتتوفر الظروف الملائمة. المهمة إنسانية ووطنية أكثر من أي شيء آخر. تلخص القرار إلى خوض التحدي والمواجهة وتحمل المسؤولية، والمضي قدماً بتقديم الخدمات للمرضى ورعايتهم، لا سيما من يتطلب إخضاعهم لعمليات جراحية سريعة لإنقاذ حياتهم. الجهود الذاتية سيرت عجلة العمل، وتمت الاستعانة بالعتبة العباسية المقدسة. الكمامات بدأ تصنيعها يدوياً، وتم الحصول على مواد التعقيم والتعفير من مصانع العتبة المقدسة، وشراء المواد الخاصة بفحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس. التحدي لا زال قائماً. المستشفى جراحي تخصصي، وتجرى فيه العمليات النوعية والخطرة، وهي تتطلب ظروفاً خاصة لنجاحها، ومنها عمليات القلب المفتوح للأطفال. خلية الأزمة بالمستشفى أعطت الموافقة على إعادة فتح ردهة العناية المشددة بواقع 6 أسرة فقط من أصل 29 سريرة، وتخصيصها للحالات الحرجة ومرضى عمليات القلب. صار الموضوع على مستوى أنه حاجة الناس إلى إجراء العمليات الجراحية في ذلك الوقت اللي أغلب مستشفيات العراق عموماً وبكربلاء خصوصاً أصبحت ردهات لمعالجة الوباء. مع زيادة عدد الإصابات في ذلك الوقت كانت هنالك إصابات في الكوادر الطبية والتمريضية، تم متابعة حالاتهم من خلال لجان متخصصة وعزلهم، وكذلك متابعة علاجهم في بيوتهم وفي ردهات العزل. فريق واحد فقط في المستشفى مختص بجراحة قلب الأطفال. توقف السفر جعل الكثير منهم ينتظرون فرصة الحياة في مستشفى الكفيل. المواد الطبية ومستلزمات تلك العمليات بدأت تنفد هي الأخرى. لا يمكن إدخال إلا طفلاً واحداً فقط يومياً لإجراء العملية له وإيصاله إلى بر الحياة. الفريق خاض التحدي بمهارة عالية، وأجرى خلال العام 107 عمليات، وحقق نجاحاً فيها بنسبة 98%. لما تقطعت السبل بالناس وأصبح السفر يعني حقيقة معقد، وفي فترة طويلة أصبح ممنوع، وكانت الإمكانيات يعني المجازفة والسفر إلى بلد آخر مع وجود خطورة الإصابة بهذا الفيروس، وقضية الانتظار أحياناً تكلف يعني معاناة أو قد تكلف حياة الطفل. فصاعدنا نقص على مستوى الكوادر، صاعدنا نقص على مستوى التجهيز، لأن الحدود حقيقة في ذلك الوقت تقريباً أغلقت حتى بوجه التجهيزات الطبية ما عدا القضايا الخاضعة لقضية الكورونا. فهذا النقص الشديد على مستوى المواد، على مستوى الموارد البشرية، احنا تعاملنا معاه بحذر وبشدة واستمرينا بالعمل خلال هذه السنة. هذا الإنجاز يعني صار تصاعدي لفترات طويلة. احنا كنا نضطر انه نسوي العملية للطفل وننتظر ان الطفل يتعافى قبل ان ندخل المريض الآخر، خصوصا بالبداية قبل الإصابات، لأن الخوف انه احنا خلال فترة إجراء العملية الجراحية وعندنا أطفال انه الكادر مالتنا ينصاب، وبالتالي ما راح نلقى أحد يقدر يعتني بالطفل. فحقيقة هي كانت كابوس مرعب احنا عشناه لمدة أشهر في بداية الأمر.
من فضل الله سبحانه وتعالى ساعدنا العديد من المرضى، أنقذنا الكثير من الأطفال من الموت، لكن بالتأكيد إحنا ما قدرنا نساعد كل المرضى. خارج المستشفى يومياً تسجل العشرات من الإصابات الجديدة في كربلاء، ردهة الحياة المخصصة لعزل ومعالجة المرضى امتلأت، فامتدت اليد لإعانة دائرة صحة المحافظة، وكانت ردهة الحياة الثانية في مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية ثمرة جهد الملاكات الفنية والهندسية التابعة للعتبة العباسية المقدسة وعلى نفقة مستشفى الكفيل التخصصي. بعد التوجيهات الكريمة باشرت كوادرنا على الفور بإعداد المخططات والمصادقة عليها، وبعد ذلك باشرنا في العمل. المستشفى كنا ملزمين بوقت تضمن إنجازه 15 يوم، تجزأت الأعمال إلى مراحل. المرحلة الأولى استبدال التربة، والمرحلة الثانية تهيئة الأسس والبنى التحتية، والمرحلة الثالثة الصب. شكلنا فرق على مدى 24 ساعة العمل كان يتضمن مرحلة صباحية ومسائية وليلية. كانت الكوادر في الموعد لإنجاز هذا المشروع بتوفيق من الله وبركات المولى بالفضل العباس. تم تسليم هذا المشروع إلى الجهة المستفيدة وفق ما تم تخطيط له. المستشفى تكفلت مرة أخرى ببناء ردهة الحياة الثالثة في مستشفى قضاء الهندية الذي يبعد نحو 15 كيلومتراً عن مركز مدينة كربلاء، وخلال مدة أقصاها 24 يوماً، وسجل موقفاً آخر لدعم معالجة مصابي كورونا من أبناء المدينة. معظم التخصصات الجراحية في مستشفى الكفيل واجهت التحدي بتفاصيله. العديد من الأطباء الجراحين أصروا على لي ذراع المرحلة والتغلب على صعوباتها، وحققوا نجاحات كثيرة في العمليات الجراحية التي وصل عددها خلال العام إلى 12,157 عملية جراحية وتنظيرية، وبنسب نجاح وصلت إلى 97%. انتهى العام 2020، كان عاماً للتحدي وإثبات القدرات دون الاعتماد على الآخر. الأحداث التي مرت أثبتت إن الإمكانات العراقية قادرة على تجاوز الأزمات، وأن العراقي جدير بتحمل المسؤولية وخوض المخاطر لتحقيق النجاح. إنه مشروع الوطن، مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء المقدسة.